القرارات لمن تقدم بطلب التنشر قد يعترض على اي طلب تنشر اخر. في خلال يومين يتم تقرير الاعتراضات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها ايضا، وتتولى الهيئه الوسط في الاعتراضات في خلال 5 ايام من تاريخ الفتره التي ذكرناها، ثم يختار المرشح المستبعد ان كان هيستبعد مرشح خلال 24 ساعه، ثم تبدا الهيئه في تلقي تظلمات المستبعد وتفحصها في خلال يومين ايضا، ثم تبت بهذه التظلمات خلال يومين اخرين ايضا، ثم تحدد الصعود وتخير خلال 48 ساعه حتى تفصل حتى تقدم امام المحكمه الاداريه العليا لتفصل فيها خلال 10 ايام. وهذه هي الاليه الجديده التي استحدثها القانون، لم تكن من قبل ابدا، كانت لجنه رئاسيه كانت قراراتها لا يجوز الطعن عليها، ولكن استحدث القانون انه يجوز الطعن على قرارات الهيئه الوطنيه للانتخابات.